قالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عاطفة أن أوضاع الفلسطينيين تزداد سوءا يوما تلو الآخر. وأكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي خلال كلمتها عبر الفيديو كونفرنس بمقر الأمم المتحدة بنيويورك أن قطاع غزة يواجه خطر الانزلاق إلى المجاعة وسوء التغذية. أصبح الفلسطينيون في قطاع غزة أكثر يأساً كل يوم بحثاً عن الخبز وغيره من المواد الغذائية الأساسية. لقد بدأنا بالفعل نرى حالات الجفاف وسوء التغذية والتي تتزايد بسرعة يوماً بعد يوم. لذا فإن غزة تواجه بالفعل خطر الانزلاق إلى المجاعة وشح الوقود ونقص الإمدادات الغذائية.